بعد ذلك قام فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بزيارة الأخ العميد علي محمد ناجي نائب مدير دائرة الخدمات الطبية العسكرية مدير المستشفى العسكري العام والذي يتلقى العلاج في مستشفى فيصل التخصصي، حيث اطمأن فخامة الأخ الرئيس على صحته واستمع من الأطباء إلى تقرير عن حالته الصحية ومراحل العلاج الذي يتلقاه، سائلا المولى عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل. هذا وقد رافق فخامة الأخ الرئيس في هذه الزيارات الأخ عوض محمد الوزير عضو مجلس النواب. وعلمت وكالة الأنباء اليمنية سبأ بأن فخامة الأخ الرئيس وجه بنقل النائب الأخ أو الأخ صادق أمين أبو راس رئيس مجلس الوزراء الشؤون الداخلية بس بل بنقل الأخ صادق أمين أبو راس نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الداخلية لاستكمال العلاج في ألمانيا. احتشد الملايين من أبناء الشعب اليمني العظيم اليوم الجمعة في الساحات والميادين العامة في أمانة